السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيبا نافعا يا الله، اللهم صيبا نافعا، اللهم حوالينا ولا علينا يا رب. تشهد المملكة اليوم انخفاض في درجات الحرارة وحالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ من اليوم وتؤثر على وسط وشرق المملكة وتشمل العاصمة الرياض. السيارات شلون غرقانة، لأن الموقع هذا نازل صراحة السيارات، الله يعوض عليك. ومن المتوقع أيضا هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض والشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم. مساكين والله مساكين. الطقس يكون نهارا غائم مع هطول زخات من الأمطار حيث تكون درجة الحرارة العظمى 17 مع احتمالية تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر. مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة حيث يتوقع خبراء الأرصاد استمرار هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي التي قد تشمل أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة وأن تستمر الحالة أيضا إلى الخميس المقبل.